ايه ده؟ انت هتفضل نايم عندي كده؟ لا اصحى معايا. مفاجأة مش كده؟ يوه الصداع النصفي، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ بذمتك ما وحشتكش؟ شيخة وحشك قطر، عايزة مني ايه؟ يا اخي زهقانة، مش لاقية مكان آمن غير دماغك. لازم تحل عن دماغي بقى. شفت؟ اهي طريقتك دي هي اللي بتخليني اجيلك واقعد معاك فترة أطول. يا ستي يا بختي من زار وخاف، اتكلي على الله. عايزني أمشي يعني؟ ده يعني لو مش هيضايق معاليك. طيب أنا همشي ومش هتعرفوا لي الطريق جرة. مع السلامة. أبوس دماغ، سيبينا انا. هو ليه محدش بيتبسط لما جيني؟ ليه محدش بيقولي خليكي معايا؟ هو ليه كل حاجة حلوة عمرها قصير؟ يا حبيبتي كفاية وجع دماغ، محدش بيحبك، امشي بقى. حبيبتي يا ريتني كنت كملت تعليمي، كان زماني بقيت صداع كلي مش نصفي، على الأقل ما كانش واحد زيك هيقولي كده. انت لو كنت كملت تعليمي كان زمانك مغص تنميل الترجل، عمرك ما كنت هتبقي صداع. على فكرة أنا حاسة بالنقص، ليه في ناس كاملين وناس أنصاف؟ ليه؟ ليه؟ تصدقت اتأثرت قوي. بص يا بنت الناس، انا عندي شغل بكره ومش فاضيلك. اسف في اللي عملته ده. تمام، هعدي عليك بكره بس هجيلك كلي. امشي. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحية. الصداع النصفي يا عزيزي، أحد أبشع الأمراض العصبية، المايجرين، اللي بيعاني منه واحد من كل 7 من سكان الكوكب. عزيزي مفيش كلمات تقدر توصف نوبات الصداع النصفي. في صندوق الصداع النصفي في بريطانيا جابوا متطوعين مصابين بهذا المرض، والطلب منهم إنهم يعبروا عن الألم اللي بيحسوه وقت نوبات الصداع النصفي أو المايجرين، وقاموا سايبينهم مع بعض الأدوات ومع تمثال لدماغ إنسان معمول من فلين. اللي حصل بعدها عزيزي ان بعضهم بدأ يدق مسامير في الدماغ، وفي ناس وصفته بانه منشار او شنيور بيدق في الجمجمة او غليان على الوش. اوصاف كتير، بس المشترك ما بينهم ان ده مش مجرد صداع. الكاتب البريطاني روديارد كيبلينج بتاع موكلي وصف ان لما بيجيله هذا الصداع بيحس ان دماغه مقسومة نصين، نص مسحوم بانفجارات وشتايم وشواكيش، والنص التاني هادي وقاعد بيتفرج على اخوه اللي بيتعذب. لكن لانه معروف بالصداع النصفي، فاللي ما جربوش ممكن يبقى فاهم ان هو ايه يا شباب، ده مجرد صداع. لا حبيبي احمد ربنا انك ما جربتوش، ده بيعتبر اضطراب بيشل الحركه وفي اعراض زي الغثيان وحساسيه للصوت والنور، واضطرابات في بعض الحواس بتعرف بالهاله او الاورا، ودي من احد اهم علامات الصداع النصفي. لما بتظهر عمك المريض بيعرف انه داخل على نوبه صداع، ودي ممكن تاخد ساعه قبل النوبه وتستمر خلالها كمان. ساعه قبل النوبه يا ابو حميد مش دي الاقصر؟ المهم خلال هذه الاورا المريض بيحس بارهاق وانه عايز يتاوب، ده غير طبعا الاضطرابات العاطفيه وضعف التركيز، مفيش نيور عمال بيدق في دماغ. بعض الناس كمان ما بيعرفوش يتكلموا، بيفقدوا القدره على الكلام، او ما يبقوش حاسين بايديهم، او مش قادرين يشوفوا. يا نهار ابيض يا ابو حميد، ايه كل ده؟ قلت لك يا عزيزي انه مش مجرد صداع. الصداع النصفي يا عزيزي اضطراب بيعاني منه زي ما قلنا حوالي 1 مليار انسان، حاله منتشره جدا. غالبا انت لو ما عندكش صداع نصفي فانت اكيد تعرف حد عنده صداع نصفي. عزيزي المشاهد، هذه الحاله منتشره اكتر من مرض زي السكر والصرع والربو مع بعض. اول اوف ذيم. يا نهار اسود يا ابو حميد، الصداع النصفي اكتر من مرض زي السكر؟ نعم يا عزيزي، وهو مش بس اكثر الاضطرابات العصبيه انتشارا، ده يمكن يكون اكترهم بيخسرنا فلوس، يعني صداع وغراب ديار. تكاليف الرعايه الصحيه لاسره بتعاني من الصداع النصفي اعلى 70% من اسره سليمه، لانه مش بس بيتوقف عن انه صداع نصفي بيعمل لك الم، ده ممكن يعمل لك مشاكل جسديه ثانيه ونفسيه ثالثه. الاشخاص اللي عندهم صداع نصفي معرضين اكتر للاضطرابات النفسيه والاكتئاب والسكتات الدماغيه. ربنا يحفظنا يا ابو حميد، ده ايه الوحش ده؟ وكمان يا عزيزي لان نوبات الصداع النصفي دي ممكن تقعد من كام ساعه لثلاث ايام، فيعني غير الالم والمعاناه ده بيكون واقف حال. في امريكا كل سنه بيضيع 157 مليون يوم عمل بسبب الصداع النصفي. واحد يقول لي يا ابو حميد وانت بتحط برايس تاج على يعني هذا الالم؟ عزيزي انا بفهمك بلغه الاقتصاد الموضوع مؤثر ازاي. انا بتكلم ان بلد زي امريكا لوحدها بيضيع فيها في السنه 430 الف سنه شغل، يعني لو جمعناهم كده هنلاقي ان تقريبا في 500,000 واحد بيقعدوا سنه ما يشتغلوش، وده يا عزيزي بيحصل كل سنه. عشان كده منظمه الصحه العالميه بتعتبره سادس اكبر سبب للاعاقه. وعلى الرغم من كل ده يؤسفني ان اقول لك يا عزيزي انه لحد تصوير هذه الحلقة ملهوش علاج. أوف غدا يا ابو حميد. دكتور ديفيد بورسوك مدير مركز علاج الالم في مستشفى بوسطن للاطفال بيقول لو عرفت اعالج الصداع النصفي اخد جايزه نوبل. طبعا يا عزيزي، انت بتستغرب ليه؟ انت لو عرفت تعالج مرض بيصيب سبع سكان العالم وبيسبب كل هذه المشاكل، اقل حاجه ان احنا نديك نوبل.
بس الغريب يا عزيزي في الموضوع ان ده مش حاله جديده على البشريه. واحد يقول لي بجد يا ابو حميد يعني مش مثلا من الانترنت هو الموبايل فونز بيجي لنا هذا الصداع؟ لا، هذه الحاله ممكن ان تكون قديمه قدم الانسان نفسه. في بلاد النهرين دجله والفرات ناقش كاتب من كتاب ادب الطوفان على اللوائح الطينيه سنه كام؟ 3000 قبل الميلاد، اللي هو يعني كان في الحضاره السومريه وقتها، وقال ذو العين المريضه يقول انا لست مريض العين، انا مريض الراس. يا جدعان دماغي اللي وجعاني مش عيني. وفي شاعر تاني كتب عن نبض بيحس بيه في دماغه ولما يوصل للعين بيضعف نظره. ده يا عزيزي كان وصف مبكر ويكاد يكون مثالي في وصف المايجرين من الاف السنين. ومش بس رصده كان مبكر، ده كمان محاولات علاجه كانت من بدري قوي منذ فجر التاريخ، وانا بنحاول ندور على علاجه. اقدمها مثلا بنلاقيها في برديه ابرس، واحده من اوائل المخطوطات الطبيه في تاريخ البشريه، اكتشفناها في مقبره طيبه. في البرديه دي يا عزيزي لقينا فيها تقريبا اقدم وصفه لعلاج المايجرين. كانت يا عزيزي وصفه مصريه، ولقى مش لف الاشاربه على راسك او يعني هي حاجه شبه كده، تماثيل طينيه للتمساح المقدس محشيه بالاعشاب وبتتلف على راس المريض بشريط من الكتان. ونسيب بقى ابو حميد المريض في الفرن 50 دقيقه. الفكرة بقى يا عزيزي ان العلاج ده تقريبا كان بيخفف انتفاخ الاوعية الدموية اللي بتعمل الم. وكتابات كتير من عصور قديمة عن اعراض زي ان انت تبعد عن الضوء، الحساسية للصوت، فقدان الشهية، مالكش نفس، بتأكد لنا ان المايجرين قديم قدم الانسان زي ما قلنا. طب يا حميد عشان ابقى فاهم، اضطراب موجود من الاف السنين، مش المفروض دلوقتي نكون لقينا له علاج؟ ده مصدع اهالينا، ده خلاص دلوقتي دفعته مقلوقات. ايه فين الاختراعات يا انسانية؟ عالمة الاجتماع جوانا كيمنر في كتابها Not Tonight ليس الليلة، ده غالباً يا عزيزي أكتر كتاب بيكرهه عمرو دياب. المهم أستاذة جوانا بتوصف التجاهل اللي بيحصل للمايجرين بالليجيتيماسي ديفكت أو نقص الشرعية. بتقول إن بالرغم من كونه مرض حقيقي إلا إنه بيعاني من مشكلة مصداقية، ودي أثرت على تمويل أبحاثه وبالتالي اتأخر العلاج. مثلاً معاهد الصحة الوطنية في أمريكا سنة 2017 خصصت 19 مليون دولار لأبحاث المايجرين، مقابل إيه؟ 51 مليون دولار للجدري اللي انتهى خلاص سنة 1980. تقول لي يا ابو حميد وهو ما بيتجاهلوه ليه؟ ابن خالته احسن منه. والله يا عزيزي على حسب كلامها هي ان هذا التجاهل نتاج سنين اتعرض فيها المايجرين لوصمه اجتماعيه خلته ما يتاخدش بجديه. قول يا ياد بلاش دلع يا ياد، ده شويه صداع انشف يا خصوصا يا عزيزي ان 30 مرضى المايجرين ستات مع الم اشد ونوبات اطول من اللي بتيجي للرجاله، فتاثر بالخناقه التاريخيه بين الصبيان والبنات. في كتاب مايجرين هيستوري بنشوف مراحل فهم الانسان لهذا المرض، نقدر نعرف الفترة اللي قل فيها الاهتمام بالمايجرين بعد ما كان زمان شوية بيتاخد بجدية. من أول بقى الطبيب الإغريقي جالينوس اللي سماه هيميكرانيا اللي هو ألم في جانب من الرأس، ما كانوش لسه ربطوه بالاضطرابات اللي بتيجي في الحواس اللي بتبقى معاه. وبعد كده انتشرت التسمية وتحولت في اللاتينية والإنجليزية الوسطى لإيميجرانيا، وفضلت الكلمة تتحور لحد ما رست على مايجرين أو بالعربي الشقيق، زي ما حكى الإمام ابن رجب في كتابه لطائف المعارف، كان صداع الرأس أو الشقيقة يعتري النبي كثيرا في حياته فيتألم من ذلك اياما. ومن القرن السابع حصل بقى عمليه التفرقه، ان احنا بقى نفرق ما هو الصداع وما هو المايجرين. وحكى عبد الله بن عباس ان النبي احتجم في راسه من شقيقه كانت به، كان بيعالج المايجرين بالحجامه، انه يخرج الدم من منطقه معينه بطريقه معينه فيخفف الضغط ويقلل تركيز الدم الفاسد ويجدد الدوره الدمويه. وناس كمان في العصور الوسطى كانوا بيستخدموا تكنيك بيعتمد على سحب الدم من الوريد، الفليبوتومي، وكانت تقنيه معتمده للمايجرين بيعملها الجراحين. ولما انتشر الطب بقى تريندنج على السوشيال ميديا، نشرت نقابه الجراحين في يورك دليل لهذه الطريقه وحددوا 20 نقطه للنزيف، واحده فيهم بين الابهام والسبابه شبه نقطه بتستخدم في العلاج بالابر. لكن نقابه يورك وقتها كانت يا عزيزي نقابه للجراحين والحلاقين، فكان ممكن المريض يعمل هذه العمليه بتكلفه بسيطه بس بتفصيله بسيطه متغيره. انت مش هتروح لجراح، انت هتروح للحلاق اللي جنبكم. يا لهوي. وكان في كالندر لكل مريض عشان يعرف هيعملها امتى تاني، كانت حاجه كده يا عزيزي زي روتين سنوي، صيانه دوريه، عمليه جيوب انفية كل 6 شهور. ففي العصور الوسطى كنت تقدر تتعرف على مرضى المايجرين من الندبات اللي سابتها الجروح المتكررة، وده عزيزي بيعكس ان فيه اهتمام بالمرض وعلاجه. بينما بقى في العصر الحديث بقيت تتعرف على المرضى دول من طلب الاجازات عند الاتش ار، الاتش ار اللي غالبا مش مقتنع ان المايجرين موضوع كبير للدرجات دي. ده صداع يا جدعان، حد ياخد اجازة عشان صداع؟ بشرب لك يا عم كوبايه شاي وتعالى الشغل. لحد القرن ال 15 كان التركيز الاكبر متجه لعرض الصداع، ما كانش لسه بقى حصل ربط بين الصداع وباقي الاعراض. واحد يقول لي هو ده مهم يا ابو حميد؟ مش المهم ان احنا نعالج الصداع وخلاص؟ لا،
مهم نعرف المسار الحيوي اللي لما يبوظ يعمل صداع مع بقى الاعراض التانية، فندرسه ونعالجه كمرض واحد له اعراض كتير، مش نعالج بقى الاعراض كل واحده بشكل منفرد. وده بالفعل اللي بدا يحصل في القرن ال17 في بدايه العصر الحديث. ساعتها حصل تقسيم لانواع المايجرين على حسب بقى الاعراض التانيه اللي جايه مع الصداع، وبقى كل نوع له وصفه علاجيه معينه ياخدها المريض عشان النوع اللي عنده. وده بيعكس وعي الممارسين وقتها بان المايجرين انواع. يعني عندك مثلا الكلاسيك مايجرين، المايجرين الكلاسيكي اللي بيجي بالقوره، والنوع الشائع من غير قوره، ونوع مرتبط بالدوره الشهريه، او نوع مرتبط بالتوازن، او نوع مرتبط بمشاكل في الابصار. اكتشفنا يا عزيزي ان هناك اكتر من 10 انواع للمايجرين. في القرن ال17 كنا بدانا نعرف ان المايجرين بيعبر عن نفسه باشكال مختلفه، وكنا ماشيين بخطوات كويسه، ودمجنا الاعراض الحسيه مع الصداع، وبدا التاكيد ان الصداع النصفي هو اضطراب عصبي. حلو جميل. يبقى من القرن ال17 للقرن ال21 واحنا عارفين ايه هو المايجرين ده، وقت بقى كفايه عشان نلاقي له علاج. ايه بقى اللي حصل؟ هقول لك. في القرن ال18 المايجرين بقى له شخصيه، ابتدى يتحول لمرض المثقفين والبرجوازيين والعوانس، وبقى موضوع بشكل او باخر بيمس الشخصيه القوميه. في صيف 1787 كاتب عمود في جورنال جنرال ايفنينجز بوست يكتب ان نصف باريس بيعانوا من الصداع النصفي، يعني ربع مخيخه باريس، ما هو نص في نص، وان ستات اليومين دول ما بقوش يقوموا من سرايرهم. وبنهايه القرن المايجرين في دماغ الناس كان مرتبط بالجنون وانه حاجه فرنسيه متدلعه. نفس هذه الصوره عزيزي انتقلت للقرن ال19، فكان بيتسمى بمرض الشابات الشهيدات والامهات الشقيانه اللي دماغهم خفت من الخلفه والفقر. والصوره فضلت كده فعلا لحد نص القرن ال18 لما يتقدم للمشاركه في ابحاث المايجرين طبيب انجليزي مصاب بالمايجرين، الدكتور هوبرت ايري. المايجرين بدا مع دكتور هوبرت سنه 1854 لما لاحظ وهو قاعد بيقرا نقطة سودة في مجال نظره، زي البقعة اللي بتشوفها لما تبص اللمبة وتفضل ملازمك شوية، بس البقعة دي عزيزي فضلت تكبر وبدأت تاخد أشكال، وزي ما تقول عجبته الهلوسة دي وسارح فيها. ما كانش يعرف إن الهلوسة دي هي علامة تحذير. تك تك احذر يا دكتور لأسوأ صداع هيجيله في حياته وأول تجربة ليه مع المايجرين. فقام راح رسم الهلوسة اللي شافها واحتفظ بالرسمة، ويكبر عمك هوبرت ويدخل طب ويهتم بدراسة المايجرين، وينشر ورقة بحثية بيوصف فيها الهالة أو الأورا دي قبل ما يجيله المايجرين، وينشر هذه الرسمة للأورا، نقطة السودة دي. الأورا يا عزيزي ما كانش معروف بتحصل إزاي، لكن الافتراضات إنها بتحصل بسبب نوع من الموجات الكهربائية، بتبدأ هذه الموجات تنتشر بسرعة في الدماغ وتعمل أعراض حسب بقى المنطقة اللي بتصيبها الموجات دي. فلو هذه الموجات حصلت على الفيجوال كورتكس اللي موجود في المخ، ده بيخليك تشوف صور غريبة أو بقع عمية زي اللي رسمها عمنا هوبرت. دكتور فريدريك ليبور دكتور أعصاب العيون في نيوجيرسي عرض رسمة هوبرت دي على 100 من مرضى المايجرين، 48 منهم اتعرف عليها قال لك اه ده بيجي لنا، وسالوه انت عرفت ازاي؟ كانوا مستغربين. فده عزيزي بيقول ان رسمه وبحث هوبرت عن الاورا ما كانش بس تقريبا اول وصف منهجي للمايجرين، ده كمان بقى معانا اداه تشخيصيه للمايجرين. ده كل ده حصل امتى؟ في القرن 19. تجيب المريض توريه الصوره دي، بتشوف دي يا كابتن؟ اه مايجرين. يلا طب يا دكتور العلاج؟ دعوات بقى. على الرغم من ان دي كانت خطوه مهمه، الا انها عطلت مشوار العلاج، لان الاورا خدت نصيب الاسد من الدراسات وبقى ليها تاثير على الطريقه اللي الدكاتره بيشوفوا بيها المايجرين. الدكتوره ايه ده هانينجتون اسمها كده يا عزيزي، في كتابها مايجرين بتقول ان كل الابحاث بما فيها ابحاثها استندت على الحالات اللي بيعانوا من الاورا لانها سهله التشخيص. بيشوف ده يا كابتن ولا لا؟ بس هنا كان في مشكله، ان طريقه الصوره بتاعه الاورا دي ادت لاستبعاد انواع ثانيه من المايجرين. انت لو ما عندكش اورا يبقى ما عندكش مايجرين، ففي كده زي ما تقول انواع كتير وقعت مننا. والعكس بقى مع صداع الجيوب الانفيه او الصداع اللي سببه مشكله في العين، دول بيجوا معاهم اورا شبه بتاعه المايجرين، فالناس بقت تبص لهم كانهم مايجرين. فبقى في ناس ما عندهاش مايجرين بس بتتعامل على انها عندها مايجرين، وبقى في ناس عندها مايجرين ومش بتتعامل على انها عندها مايجرين. فالتركيز على الاورا عمل تحريف في البيانات العلميه. فالعلماء فكروا وقالوا يا جماعه احنا لازم نتخلى عن الاورا كاداه تشخيصيه لهذا المرض، ويضيقوا بقى مفهوم الصداع النصفي على انه صداع متكرر بيصاحبه اضطراب بصري او حسي، بشرط تكون نوباته قصيرة المدى ويخف بعدها تماما. فهذه المرحلة يا عزيزي كنا في القرن ال20، التشاؤم بيخيم على المجتمع الطبي، مش عارفين يا عزيزي نحلق على المرض ولا نتفق على اعراض ليه، مش عارفين نشرح للمرضى سبب مرضهم، مش هقولك بقى نعالجهم، لا بس نشرح لهم هم عندهم ايه. ونشرت مجلة الجمعية الطبية الامريكية سنة 1902 ان بين كل الامراض العصبية يمكن يكون مفيش حاجة اقل فهما من الصداع النصفي، ده يمكن يكون اقل حاجة احنا فاهمينها، وده سمح باستقبال نظريات الدكاترة. يلا يا جماعة ايه اسبابكم؟ فنظريات
يقول لك ان سبب صداع نصفي سموم في الدم او مشكله في العين او حساسيه زايده او مشاكل نفسيه او مشكله في الاوعيه الدمويه في المخ او ضغط على الاعصاب. كل ده عايزين نقوله لك اكتشفنا انها اسباب مش صحيحه كومبليتلي، ولكن نموذج الاوعيه الدمويه ده مش بطال، خصوصا ان الادويه اللي بتضيق الاوعيه الدمويه كانت بتسكن الالم. اقعد مكانك يا الم سكون. والصداع النصفي بيأثر على النيورو فاسكولار سيستم اللي بيشمل خلايا عصبيه واوعيه دمويه، ويجي الرنين المغناطيسي الام ار اي ويثبت ان تدفق الدم في المخ بيكون طبيعي وقت نوبات المايجرين الشائعه. فهبدو كده ان الاوعيه الدمويه بتساهم في الالم، بس مش هي اللي بتبداه. وهنا انتهت نظريه الاوعيه الدمويه وبدا عصر جديد، بقت التفسيرات العصبيه هي اللي ليها اليد العليا في الموضوع، اللي بتقول ان المايجرين مشكله عصبيه في وظائف المخ ليست مشكله هيكليه في الاوعيه الدمويه. وده يا عزيزي كان انتصار لعلم الاعصاب وانتصار للمرضى، لان جنبهم اي مضاعفات واحنا بنعالج الاوعيه الدمويه. في يونيو 2017 في مدينة بوسطن الأمريكية في فندق ويستن بوسطن، الحماس كان ظاهر على المشاركين في الاجتماع السنوي لجمعية الصداع الأمريكية الـ AHS. أربع شركات هيعلنوا عن نتائج إيجابية لعلاج جديد ووقائي للمايجرين، قدر يقلل عدد أيام نوبات المايجرين لتقريباً النص عند 50% من المرضى. وده يا عزيزي في العلاج الوقائي يعتبر معيار ذهبي. الدواء ده بيتحقن تحت الجلد أو في الوريد، بيمنع نوبات المايجرين لشهور، والـ FDA اللي إدارة الغذاء والدواء امريكا بتوافق عليه، وينزل باس ايجوفي من شركه تيفا، حقنه شهريه للبالغين تبعد عنك المايجرين. دي يا عزيزي كانت لحظه فاصله في تاريخ الطب. طب ما حلو قوي يا ابو حميد، مبروك عليك ومبروك علينا. عزيزي بس في مشكله صغيره شويه. سعر الحقنه منه ب $640. دولار كندي يا ابو حميد؟ لا يا عزيزي دولار امريكي، كده غالي يعني. ودي ايه؟ دي حقنه شهريه يعني في السنه $7,680، يعني تقريبا 120,000 جنيه في السنه. ده غالي جدا، خصوصا انه علاج لمرض بيجي لواحد من كل 7 في العالم، فالمنتج محتاج يثبت فعاليه دوائيه واقتصاديه عشان يقدر يخش انظمه التامين والدعم، لان لحد دلوقتي الادويه بتاعت الصداع النصفي مش مدرجه في قوائم منظمه الصحه العالميه كادويه اساسيه لحد النهارده، رغم انه ثالث اكثر الامراض شيوعا في العالم. والمناقشات دي صعبه في البلاد الغنيه، فما بالك بقى في البلاد الفقيره اللي عندهم مشاكل مع السل والملاريا ونقص المناعه. فان شاء الله يا عزيزي الطب يلاقي لنا حل هو والاقتصاد. الطب يا عزيزي خلال تاريخه عانى في انه يلاقي تعريف اكاديمي للمايجرين، فصعب يا عزيزي ان احنا نلاقي وصف يجمع كل جوانبه وتاثيره على صحبه النفسي والعاطفي والاجتماعي. عظماء ومشاهير كتير اتكلموا عن معاناتهم مع المايجرين، ناس زي بين افليك وفرويد وكريم عبد الجبار وبول سكولز، كل دول اتكلموا عن معاناتهم مع الصداع النصفي عشان يشاركوا احساس مجموعه مننا بيعانوا من مرض لسه العلم ما نجحش انه يوفر علاجه للناس كلها، ولا حتى في كتير من الاحيان بيتوفر لهم دعم كافي او احساس بمعاناتهم، ولا في كتير من الاحيان برضو بيتوافق لهم على طلب اجازات. يعني ايه يعني مايجرين؟ ما يجراش حاجه. فالمره الجايه يا عزيزي وانت رايح تقدم على طلب اجازه من HR ابقى خد معاك هذه الحلقه، قول له خد كلم ابو حميد، هو ابو حميد هيفهمك. وان شاء الله لو خدت الاجازه في بقى عندك حلقات فاتت، حلقات جايه، المصادر موجوده، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. والدحيح يا عزيزي ما بيجيبش صداع نصفي، الدحيح بيجيب صداع من كتر العظمه.